ينضم إلينا هاتفيا المستشارة عن الجبال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا. أهلا أهلا المستشارة تهاني الجبالي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أولا نعزي حضرتك ونعزي أنفسنا والشعب المصري أجمع في هذا الحدث الجليل. بالتأكيد نعزي مصر كلها في استشهاد هذا الرمز القضائي الجليل المستشار هشام بركات، قضى عمره كله قاضي جليل يشهد له بالكفاءة والنزاهة والاستقلال والحيدة، وكان مفخرة للقضاء المصري في كل مكان شغله. وبالتأكيد استشهاده ينضم لموكب الشهداء في مواجهة هذا الإرهاب الأسود. يعني لو حضرتك توضح لنا أكتر رؤية حضرتك تجاه استهداف هؤلاء الجماعات الإرهابية خاصة للقضاة. هذه الجماعات هي جزء لا يتجزأ من آليات الجيل الرابع للحروب، التي مهمتها الأساسية هي تحويل دولنا وأوطاننا لدول فاشلة. عنوان فشل الدول هو سقوط الجيش والشرطة والقضاء، لأنه هذه هي أركان الدولة الحديثة. القضاء المصري مستهدف مثل الشرطة ومثل الجيش المصري، وهذه الجماعات التي أسميها الجيل الرابع من الصهاينة، التي تريد أن تخلي بلادنا من سكانها لصالح هذه الجماعات الإرهابية التي تجتاح المشرق والمغرب، ونراها جميعا رؤية العين في كل مكان كيف تمارس هذا الدور بمنتهى الاحترافية. لديهم أجهزة مخابرات بتخدم عليهم، بتديهم أحدث الأسلحة وأحدث أسلحة الرصد، بتديهم المعلومات، بتدربهم تدريب عالي وراقي. هذا كله جزء لا يتجزأ من حرب معلنة علينا. يجب أن نضع هذا العنوان نصب أعيننا. القضاء المصري ليس في خصومة مع أي من أفراد الشعب المصري، لكنه مسؤول عن إقامة دولة القانون. إن لم تقم دولة القانون فالبديل هو دولة الفوضى، أن نحكم بالميليشيات المسلحة ونحكم بالأقوى في الشوارع وفي الميادين وفي بيوتنا. وبالتالي فالقضاء المصري خط دفاع عن الدولة المصرية وعن الشعب المصري وعن قدرته على الاستمرار وعن الأمة العربية كلها التي تستهدف في هذا المخطط الجهنمي الذي يتم فعلا بآليات غير تقليدية، منها هذا الإرهاب الأسود. هذا ليس إرهاب في أفراد ولا إرهاب جماعات صغيرة، هذا إرهاب عابر للقارات وعابر للدول. وبالتالي فإحنا عارفين أننا كلنا أرواحنا بيد الله وبيد الخالق، وأننا جميعا في يوم ما سنلقى من خلقنا، وحين نلقاه سنكون راضيين مرضيين لما نكون أدينا الواجب اللي علينا وتحملنا المسؤولية. نعم. لا أحد فينا يفزع لا من الموت ولا من الاستشهاد، ولا ونقدم الغالي والنفيس في فداء لمصر ولشعب مصر العظيم. لكن علينا أن ندرك أنه هذه الجماعات الإرهابية التي كان منها التنظيم الفاشل تنظيم الإخوان كان أول ضحاياها في التاريخ منذ ما يقرب من 80 عام هو القاضي أحمد الخزندار، أول من حكم عليها باعتبارها جماعة إرهابية. وبالتالي فالقضاء المصري بيمارس دوره في الدفاع عن الوطن ويقدم الشهداء، الشهيد تلو الشهيد. احنا لسه يعني ما مريناش بحادث قضاة العريش والحوادث المتكررة في محاولات استهداف القضاء وعناصر النيابة العامة، لكن علينا ألا نفزع من أن نكون في النهاية يعني مقدمين للفداء، لأنه الباقي هو الأوطان وليس الأفراد، إحنا كلنا نعم. إلى الزوال. نعم، ولكن في رأيك يعني استهداف هذا الرمز العظيم قبل الاحتفال مباشرة بذكرى 30 من يونيو؟ يعني إحنا هم اعتادوا أن يفسدوا علينا كل فرحة وكل بهجة، وأن يفسدوا على الشعب المصري فرحته بالأعياد. وبالمناسبة يعني هم لم يراعوا حتى حرمة الشهر الحرام. نحن في الشهر الحرام الذي حرم فيه الله من فوق 7 سنوات الدم، وحرم القتال وحرم الاقتتال. هؤلاء لا يعرفون الدين، لا دين لهم ولا أوطان لهم. هؤلاء يعرفوا جيدا أنهم ملك لمن يدفع وملك لمن يدربهم ولمن يسلحهم. فبالتالي إحنا يعني عارفين أنه إفساد البهجة والفرحة وإفساد المظاهر التي يعني يعيشها شعبنا العظيم في أعياده سواء الإسلامية أو المسيحية أو في أيام مفترجة زي أيام رمضان أو في يعني احتفاله بإرادته الشعبية التي غيرت معالم الدنيا، مش بس غيرت معالم مصر ولا معالم الأمة العربية. ف
يعني هذا هو الإرهاب البريء والخسيس، وهذه هي التنظيمات التي يجب أن تواجه بمنتهى الحسم والحزم القانوني، وأن يكون هناك يعني وقفة معها من خلال إصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي طال انتظاره والتنظيمات الإرهابية، وأن يحاكموا أمام المحاكم العاجلة التي لا تحتمل مثل هذا التباطؤ في المحاكمة، لأن هم بيستمتعوا بالمحاكمة العادلة وهم لا يستحقوها، لكن علينا أن يعني نسرع بإخراج قانون مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. نعم. وأن يخرج للنور وأن تنشأ. نعم. المحكمة المختصة به، لأنها بالتأكيد ستطبق إجراءات مغايرة للإجراءات العادية التي تطبق على الجريمة العادية. نعم، شكرا جزيلا المستشارة هاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، شكرا.